بنوارات جابوهم غزالين تيحمقوا ورخاص البنات، اثمنه فريمون رخيصه رخيصه. دونك هاد البنوار هذا 13 اورو 13 اورو، الشكل ديالو زوين هذا من الجديد البنات ديال بخير. السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ مزيانين؟ اليوم جينا لبريماك نشوفوا شنو كاين في الجديد. لقيت البنات لي بيجاما اللي هما زوينين واخر ما كاين هنا في البريماك. هاد لي بيجاما هادو اللي لقيت اليوم البنات اول مره هنايا في البريماك، صراحة زوينين شي حاجه غزاله. هادو البنات بحال هادوك لي بيجاما ديال تركيا، عمري ما لقيتهم هنا في البريماك، واليوم فاش لقيتهم قلت غادي نبارطاجي مع الاخوات. زوينين هادو البنات، كيجيو دو بياس ديال موبرا، شي حاجه زوينه. دونك لقيت هاد لا كولور هادي في البيج، وكاين في هاد لا كولور في الكري. انا غادي نحل لكم هادي، لقيتها محلوله زوينين الاخوات هادو، بحال الشكل السورفيت. شوفوا معايا غير التوب ديالهم البنات، من لا فيديو كيبان لكم التوب زوين زوين زوين، عرفتوا الكاليتي غزاله، وكيجيو عراض في اللبسه. هنايا فيهم هاد السير هذا، والفوقاني ديالهم كيجي على هاد الشكل. اللي عندها الدار بارده راه مزيان، اللي هاد البيجامات هادو سخانين. شوفوا لو بري الثمن ديالهم البنات 17 اورو 17 اورو. دونك البنات لقيت في هاد لا كولور في الكري وفي البيج، كاين هاد هادو 17 اورو 17 اورو، وكاين هاد الموديل هذا 14 اورو 14 اورو. كاين في هاد لا كولور هادي، وكاين في هاد الكري هذا، حتى هما كيجيو دو بياس على هاد الشكل. فوالا فيه السروال وفي هاد الفوقاني لو او كيجي على هاد الشكل هذا. لقيت البنات حتى هاد البيجاما هادي زوينه، يعني شوفوا الشكل ديالها حتى، يعني هاد البيجامات كاملين اللي كنبارطاجي معكم دابا بيجامات يعني شتويه ديال هاد البرد هذا. دونك هادي لقيتها دو بياس، الفوقاني كيجي على هاد الشكل هذا، وفيها لو بونطالون. البونطالون ديالها البنات ب 12 اورو 12. صراحه اليوم لقيت بيجامات غزالين، عندي شحال هادي ما درت لكم شي فلوغ هنايا في البريماك، واليوم فاش لقيت بزاف الجديد قلت علاش لا ما نبارطاجيش مع الاخوات. دونك لو بونطالون البنات فيه لي بوش هنايا الجيوبه 12 اورو، وهذا لو وهذا الفوقاني البنات الثمن ديالو 10 اورو، بحال تيطلع لكم لونسومبل 22 اورو. لقيت حتى هذا الموديل هذا يعني من الجديد، هاد البيجامه هذه كتجي دو بياس، لا كولور ديالها فير كاكي. دونك هادي دو بياس البنات، فيها لو بونطالون وفيها هاد وهذا كيجي على هاد الشكل. البونطالون كيجي مقبوط كيما هكا البنات. الثمن ديالها هادي لو بري ديالها نقول لكم الثمن ديالها شحال، الثمن ديالها 15 اورو 15 اورو هاد الموديل هذا. كاين هاد الموديل هذا حتى هو نقول لكم لو بري الثمن ديالو، ملقيتش لو بري الثمن ديالو هنايا البنات، كيجي على هاد الشكل هذا. لقيت هاد الموديل هذا ديال هاد البيجاما، دونك هادي حتى هي كتجي دو بياس، شوفوا الفوقاني البنات كيجي على هاد الشكل هذا. الثمن ديالو هذا لو بري 12 اورو 12، وكاين السروال. دونك السروال جا على هذا الشكل ماشي هذا، بون هذا لقيتو غير شي حد حاطو هنا، هذا هو الموديل ديالو، الاخر غير شي واحد حاطو هنايا البنات. دونك هذا جا على هذا الشكل، يعني كتجي بحال هكا دو بياس، كتجي لونسومبل. الا بغيتو هكا ديرو لونسومبل كتجي دو بياس 12 اورو، والفوقاني 12 اورو، بحال كطلع لكم 24 اورو لونسومبل. لقيت هاد الموديلات هادو 12 اورو 12، هاد لي بيجاما هادو كيجيو دو بياس زوينين ديال الموبرا هادو، تما شي حاجه غزاله، كيجيو دو بياس البنات. هذا هو الموديل ديالهم 12 اورو. كاين هاد الموديل هذا حتى هو 12، على كاين هاد الموديل هذا 12 اورو حتى هو. نوريكم لي موديل اللي كاينين، كاين هذا حتى هو، صراحه عجبني هاد الموديل هذا، الثمن ديالو حتى هو 12 12 اورو. هاد لي بيجاما كاملين 12 12 اورو البنات. لقيت حتى هاد الموديل هذا، هاد البيجامه هادي فيها القبه البنات، فيها الكابيش 12 اورو 12، كتجي على هاد الشكل هذا بحال شكل سورفيت، وفيها لو بونطالون بحال هكا الا بغيتو ديرو لونسومبل. لقيت بيجامات زوينين اليوم، دونك لو بونطالون فيه هاد الجيوبه هادو لو بري ديالو. هاد السروال غادي نقول لكم الثمن ديالو شحال، الثمن ديالو هذا البنات 12 اورو لو بونطالون، والفوقاني لو او حتى هو 12، بحال تيطلع لكم لونسومبل 24 اورو. لقيت حتى هذا الموديل هذا، هذه البيجامه هذه الفوقاني البنات 12 اورو 12، الشكل ديالها حتى هو زوين، يعني سخيخنه ولكن ماشي الثوب ديالها ماشي داك اللي كيكون سخون بزاف، شويه خفيف. هذه البنات راها بيجامه كتبان لكم بحال السورفيت بيجاما، وكاين السروال ديالها لو بونطالون حتى هو 12 اورو. دونك لو بونطالون 12 والفوقاني 12، يعني كطلع لكم لونسومبل 24 اورو. هذا هو الموديل ديالها. لقيت هاد البينواغ هذا دايرين فيه الغيديكسيون البنات، ناقصين فيه اوليو دو 14 دايرين ليه 12 اورو، دايرين ليه 12،
هاد البينوار هذا الشكل ديالو الزبيون سيرتو بالنسبه للاخوات اللي كيكونوا هكا اونسنت حوامل زوين ليهم هذا بالنسبه لهكا لوبيتال دونك راه ناقصين فيه دير لي غيديكسيون البنات 12 اورو كاين حتى هاد ديباردور ديالو الا بغيتو ديروا لونسومبل 6 اورو 6 اورو وديري لي حتى لو شورت 6 اورو 6 اورو الناس كاين هاد البينوار هذا 16 اورو هذا التوب ديالو حريري بحال نقولوا لاسوا ولا بحال هكا بون ما صراش التوب مزيان التوب ديالو حريري وطايح زوين دونك كاين البينوار البنات 16 اورو هذا 16 كاين البينوار كاين حتى البيجاما كاين هاد لو وهذا الفوقاني 12 اورو جوج وكاين حتى لو شورت نوريكم الشورت ديالو كاين الشورت وكاين حتى لو بونطالون السروال انا ندور لكم لهاد الجهه هادي كاين هاد ديباردور هذا بغيتو ديروا هكا لونسومبل دونك الديباردور ديري ليه 7 اورو 7 اورو وكاين البنات لو بونطالون السروال جا على هاد الشكل هذا السروال البنات نقول لكم لو بري الثمن ديالو شحال هاد السروال هذا الثمن ديالو 12 اورو 12 كاين هاد الديباردور هذا زوين هاد البيجامه هادي 14 اورو عرفتو التوب ديالها غزاليه البنات كاين هكا فهاد لا كولور في الصومو وكاين في البلون كاسي كاين هكا لو شورت ديالها حتى ما الا بغيتو ديرو هكا لونسومبل دونك الشورت ديالها 12 اورو عرفتو التوب ديالها هذا حريري زوين وكاين البنات حتى هاد الموديل هذا ديال هاد البينوار هذا دونك البينوار ب 18 اورو 18 اورو وكاين السروال لو بونطالون جا على هذا الشكل هذا شوفوا معايا من تحت كيفاش كيجي كيجي مطلق ما فيه لا باندا لا حتى شي حاجه دونك هذا السروال البنات صراحه هذا الزوين عجبني الشكل ديالو غزال 12 اورو يبان لي من الداخل 12 هذا لو بونطالون 12 اورو والبينوار 18 اورو وكاين حتى هذا الديباردور ديالو دائما تيديروا لكم هكا يعني لونسومبل بغيتوا ديروا هكا كيجي اسورتي هكا 7 اورو هاد ديباردور 7 اورو كاين للشورت قيس البنات هاد البينوار هذا من الجديد شوفوا معايا هاد البينوار هذا انا صراحه مني شفتو بان لي بحال الشكل ديال الجيلي هكا تخرجوا به ولكن هو بينوار ديال الدار حيت فيه لو بونطالون حتى هو ديال البيجاما دونك هاد الجيلي هذا راه كيجي طويل حتى لتحت يعني هاد البينوار هذا ماشي جيلي البنات حاطينه في بلاصه ديال البيجامات هنايا الثمن ديالو 18 اورو 18 اورو الاخوات وهذا السروال هذا الثمن ديالو 14 اورو 14 اورو البنات شوفوا الشكل ديالو حتى كاينه هذه البيجامه هذه كاين هذا الفوقاني بحال الشكل اي شيميز فوالا على هذا الشكل هذا كتجي طويله هذه البنات لو بري الثمن ديالها 12 اورو 12 ولو بونطالون السروال ما عرفتش لو بري ديال السروال فين هو ما لقيتش الثمن ديالو الشكل ديالو زبيون الاخوات ما تنساوش اختي البارطاج واللايك لايك لايك باش لا فيديو تطلع عند ناس اخرين ملي كنتفكرها في الوسط ديال لا فيديو كنقولها لكم ولا كنتفكرها في الاول كنقولها لكم البنات باش ما تنساوش ليا نتوما اللايك واللي مازال ما اشتركش يضغط على الزر الاحمر باش يوصلو كل جديد ديالي باذن الله كاين هاد لي بيجاما هادو سخانين التوب ديالهم سخيخين البنات هادو كيجي فيهم هكا هاد لي شوسيت هادو 19 كيجيو في لابواط الثمن ديالهم 13 اورو 13 اورو يعني كيجيو انا نوريكم الموديل ديالهم ها هو الاخوات هذا هو الموديل ديالهم بالنسبه لهادي ما فيهاش لي شوسيت فيها هاد الباندا هادي كدار في العينين وكاين هاد الموديل هذا هو اللي فيه 19 البنات هادي لي باندا كدار في العينين وهادي فيها 19 فيها لي شوسيت 13 اورو 13 اورو هذا هو الموديل ديالها 13 اورو البنات كيت هاد البيجامه هادي شوف معايا هاد البيجامه هادي زوينه ديال موبرا بالسروال البنات كتجي دو بياس 10 اورو البنات 10 اورو هاد لي بيجاما هادو صراحه زوينه الشكل ديالها عرفتو التوب ديالها غزال وغير 10 اورو البنات هادي 10 اورو هاد البيجاما هادي فريمون رخيصه وكاين هاد الموديل هادو هادو كاملين 10 اورو الاخوات دائما كيجيبوا الجديد دونك لقيت هذيك الاولى اللي وريتكم في الصومو ولقيت هادو من الجديد عرفتو الزوينه اللي عندها الدار بارده انت اختي غير 10 اورو 10 اورو الثمن ديالهم رخيص وزوينين كاليتي غزال البنات هانتوما هذا هو الموديل ديالهم 10 اورو هاد لي بيجاما هادو 10 اورو كاين هاد الموديل هذا حتى هو من الجديد دونك هادي حتى هي بالسروال كتجي دو بياس هذا هو الموديل ديالها الاخوات اللي بغات تبرع بيجامات مع لاغي بالبري مارك صراحه البري مارك فيه بيجامات غزالين ورخاص هادو كاملين البنات 10 اورو 10 اورو الجديد ديال لي بينوار شوفوا معايا البنات هاد البينوار هذا من الجديد هنايا في البري مارك بينوارات جابوهم غزالين تيحمقوا ورخاص البنات الاثمنه فريمون رخيصه رخيصه دونك هاد البينوار هذا 13 اورو 13 اورو الشكل ديالو زوين هذا من الجديد البنات ديال بري مارك وشي حاجه زوينه وسخون وكيجي طويل
في هذا الحزام هذا دونك هذا 13 اورو البنات 13 اورو. هذا الموديل هذا كان سبق ليا كسبارطاجيتو معكم هنايا في بريماك حتى هو 13 اورو البنات لي بينوار 13 اورو شي حاجه غزاله. لقيت حتى هذا الموديل هذا حتى هو زوين يعني من جديد. هذا البنات كيجي طويل في اللبسه حتى هو غزال الشكل ديالو. شوفوا معايا لي مونج ديالو كيجيو على هذا الشكل هذا. دونك هذا لو بري الثمن ديالو غنقول لكم الثمن ديالو شحال الا لقيتو بزاف اللي ما لقيتش فيهم الثمن اليوم ما عرفتش علاش. دونك هذا ما لقيتش الثمن ديالو يمكن حتى هو غيكون 13 اورو 13 اورو وكاين فهاد لا كولور هكا في البيض. دونك هذا قصير على هذا البنات هذا البلونكاسي كيجي طويل ولكن هذا كيجي شويه قصير في اللبسه. اليوم عرفتو البريماك جاني بحال الشكل ديال بحال كتكوني في الحمام عرفتو الدراري كيغوتو فيه لقيت فيه الدراري بزاف. شوفوا سمعوا معايا هذا البينوار هذا الشكل ديالو زوين صراحه تلفوني هاد الوليدات مع كيغوتو بسلامتهم. كاين هكا هاد الموديل هذا الثمن ديالو ما عرفتش علاش ما عرفتش التيكيته فين كاينه لو بري. غادي نقلب هنايا هو البنات 18 اورو لو بري ديالو لقيتها التيكيته هادي مخشيه هنايا 18 اورو 18 اورو الثمن ديالو. هذا لقيت هاد البيجامه هادي ديال موبرا البنات هادي 12 اورو 12 صراحه الشكل ديالها ها هي هنايا لابسه المانكا. شوفوا معايا الشكل ديالها غزال 12 اورو البنات ديال موبرا شي حاجه زوينه ولكن الفوقاني يجي شويه قصير على البنطالون هو هذا الاخوات. الفوقاني الثمن ديالو 14 اورو باردون لو بونطالون هو اللي داير 12 اورو. كاين هذا الموديل هذا ديال هذه البيجامه هذه ديال باربي هذه 17 اورو سخونه حتى هي الشكل ديالها زوين. كاينه هكا بالسروال لو بونطالون ديالها جا على هذا الشكل هذا الشكل ديالها زوين يعني حتى هي الثوب ديالها سخيخن غزال. هذه لا مارك ديال باربي. لقيت هاد البانطوفات هادو قلت غادي نبارطاجي معكم كيجيو محلولين هنايا البنات بحال هكا لي كلاكات. دونك هادو كاينين في اللوينات في لي كولور كاين هاد لا كولور في الغوز كاين في الباج وكاين في هاد لا كولور في البلو. دونك هادو لو بري الثمن ديالهم 4 اورو البنات 4 اورو الثمن ديالهم 4 اورو. هادو هما لي كولور اللي لقيت والبلو مارين. دونك لقيت هاد البانطوفات هادو البنات زوينين الشكل ديالهم غزال كاين هكا في البلو مارين وكاين هكا في الكري. دونك هادو لو بري الثمن ديالهم 6 اورو 6 اورو البنات الشكل ديالهم غزال. لقيت هاد الموديل هذا حتى هو كاين هاد الموديل هذا كيجيو محلولين هكا بحال لي كلاكات. دونك هادو الثمن ديالهم 6 اورو 7 اورو. كاين هاد الموديل هذا حتى هو زوين الشكل ديالها كتجي فيها التسميطات هنايا. هادو الثمن ديالهم 7 اورو حتى هما 6 اورو. كاين هاد الموديل هذا في الغوج على هاد الشكل الثمن ديالهم هادو 7 اورو فيهم واحد السوميده لتحت البنات زوينين الشكل ديالهم 7 اورو. كاين هاد الموديل هذا حاولت ما امكن نوريكم لي موديل اللي كاينين هنايا في القيماق ديال هاد البانطوفات هادو. كاين هاد الموديل هذا كيجيو من اللور هكا طالعين على هاد الشكل هذا وكاين هادو بحال الشكل ديال لي باط البنات. هادو كاين في المارو وكاين في الكحل في النوار وكاين في هاد لا كولور في الغوز. دونك هادو لو بري الثمن ديالهم 6 اورو 6 اورو هادو الثمن ديالهم 6 اورو البنات. كاين هاد الموديل هذا بحال لي كلاكات وهي يعني من الداخل شوفوا معايا مزيغب على هاد الشكل الثمن ديالها هادي 8 اورو 8 اورو البنات زوينه يعني هي كلاكات وفيها هاد السميطات هادو بحال هكا شكل بانطوفا. كاين هاد الموديل هذا فوالا هادو هما الموديلات اللي كاينين قلت غنبارطاجي معكم الاخوات. هنا وصلنا لتاليده لا فيديو كنتمنى الجونة نالت اعجابكم الا عجبتكم اختي ما تنسايش ليا البصمه اللايك بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وحبابكم باش قناتنا ان شاء الله تكبر. خليت لكم راحه الله ومع فيديوهات جداد ان شاء الله. ولا عندكم شي سؤال خليوه ليا في لي كومونتير ولا بغيتو ندير لكم شي جوله هنايا في بريماك على شي حاجه خليوها ليا على راس العين. بسلام عليكم ومع فيديو قادم ان شاء الله.